كمان امبارح في الاجتماع الاسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتكلم عن تحديد اكثر من 150 سلعه في مصر بتستوردها بقيمه تتجاوز 25 مليار دولار سنويا. يدينا ده رقم اعتقد كبير جدا, كبير جداً ومهول طبعا. جدا يعني. طبعا كمان قال ان الدوله هتستهدف المجموعه دي بحوافز كبيره جدا لتشجيع المستثمرين انهم ينتجوا محليا, وده شغل المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه خاصة في الوقت الحالي. تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد, أهلا بيك وصباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. اتفضل. فلا نحن قوم نحترم النساء. مصر دلوقتي من أفضل المناطق عالميا لجذب الاستثمارات, فازاي بنقدر نحافظ على التدفق ده وكمان إن فاتورة الاستيراد بالنسبة لنا لأكثر من 150 سلعة بتتخطى 25 مليار دولار وده رقم كبير جدا, ازاي يعني نعرف مخاطر الرقم ده وازاي نقدر كمان نقلل الفاتورة دي؟ يعني يمكن بشهادة كثير من المؤسسات على المستوى الإقليمي والدولي والمعنية بتدفق الاستثمار على المستوى العالمي تشيد بوضع الدولة المصرية فيما يتعلق بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. ويمكن الدولة المصرية ودون مبالغة هي الدولة الأفضل في المنطقة بالكامل فيما يتعلق بتدفق حجم الاستثمارات العالمية, خاصة في توقيت بنعتبره التوقيت الأكثر حساسية نظرا لحالة اللا يقين اللي بتكتمل في العالم واللي بطبيعة الحال بتؤثر على تدفق الاستثمارات نظرا للتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. كل هذه الأمور أو هذا المناخ الجاذب للاستثمار لا يمكن أبدا اختزاله في بعض القرارات الاقتصادية رغم أهميتها, ولكن الأمر تأتي تحت مظلته سلسلة طويلة من الإجراءات سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى السياسي والأمني وحتى على مستوى الاقتصاد النقدي أو الاقتصاد المالي وحتى البنية التحتية وكثير من الأمور التي أهلت الدولة المصرية وكانت سببا رئيسيا في هذه الإشادة على المستوى الدولي. هذا الأمر بيستدعي على الدولة المصرية تقليل فاتورة الواردات نظرا لأن هذا الأمر له تأثيرات مباشرة على سعر صرف العملة وقيمة الدولار تحديدا أمام العملات المصرية. فاتورة الواردات يمكن ترشيدها ليس فقط بتقليل الاستيراد ولكن بإحلال سلع صناعية محلية الصنع محل هذه الواردات سواء من مستثمرين محليين أو من مستثمرين أجانب قادمين من الخارج للاستثمار في هذه المنطقة. دي معلومة مهمة جدا يا دكتور. أكثر من اتجاه ليس فقط سعر الصرف ولكن تشغيل العمالة يصب أيضا في زيادة الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي داخل السوق المحلي. دي حاجة مهمة جدا يا دكتور حقيقة. دكتور محمود, المنتج المصري ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. أولا حابب أصبح على حضرتك دكتور محمود أستاذ الاقتصاد, دي حاجة مهمة جدا اللي هي تقليل فاتورة الواردات في المقابل تعظيم الصناعة المحلية, وده ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعظيم الصناعة المحلية. هنا بينقلنا إلى سؤال مهم, دور الحكومة في طرح الحوافز للمستثمرين علشان الصناعة تزداد وتزدهر في مصر. يعني يمكن زي ما حضرتك تفضلت الحكومة لها دور أساسي في هذا الأمر, يمكن كان أخرها سلسلة القرارات التي أصدرها السيد رئيس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالتسهيلات الضريبية. هذا واحد من أهم الحوافز التي يمكن أن تحفز الاستثمار داخل الدولة, آخذا في الاعتبار طبعا الأيديولوجية الاقتصادية نفسها للدولة المصرية والتي تغيرت منذ فترة واللي بتأتي تحت مظلة ما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة, وهذا يعني أن الدولة سوف تعطي يعني اعتبارات وأولويات أكبر مما كانت عليه في السابق للقطاع الخاص. من تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية لإفرادها للقطاع الخاص بالشكل اللي بيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع اللي تغير الأيديولوجية فيه جاء مواكبا للتداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي. كل عظيم. هذه الأمور هي في حقيقة الأمر عوامل بتؤدي إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار, لأنه في النهاية
استثمارا محليا او استثمار قادم في الخارج لن ياتي لدوله الا الاعتبارات او ان هذه الدوله تتمتع بمناخ يمكن ان يعظم ارباح المستثمر. هذا هو الحافز الوحيد الذي يمكن ان يطمئن او يعطي المستثمر قدر اكبر من الثقه حول امواله، وبالتالي الدوله المصريه حققت هذا المناخ ليس من قبيل الصدفه ولا حتى بقرار او اثنين او قرار على مستوى قطاعي، ولكن ده نظر لمجهود متواصل منذ ان اعلنت الدوله برنامجها للاصلاح الاقتصادي في العام 2016. ده حقيقي دكتور. طيب يعني حضرتك بتتحدث عن الاستثمارات الخارجيه، كمان مدبولي بالامس شدد على اهميه تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بما يخص تفعيل التعاون بين مصر والسعوديه في مختلف المجالات، طبعا كان ابرزها مجال الطاقه المتجدده والسياحه، اهميه ده وازاي بيدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير؟ يعني الدولة المصرية من خلال زيارات السيد الرئيس استطاعت أن تحقق قفزات في علاقاتها مع هذه الدول، وطبعا العلاقات مع هذه الدول لا تقاس إلا بالأرقام، يعني حينما أتحدث عن تطور لعلاقة بين مصر ودولة أخرى أتحدث عن زيادة في حجم التبادل التجاري، أتحدث عن زيادة في الاستثمارات سواء الاستثمارات المصرية في الدولة المعنية أو استثمارات هذه الدولة في مصر، أتحدث عن مشروعات مشتركة يمكن أن تخدم على مصالح الجميع. فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية اللي بتشير فيها كافة الأرقام سواء تبادل تجاري أو استثمارات إلى زيادة مطردة حينما نقارن النصف الأول من العام الحالي مع العام السابق، زيادة بتصل إلى 41% من التبادل التجاري، زيادة في الاستثمارات الحكومية المصرية هناك والاستثمارات وعدد الشركات السعودية التي تعمل في الدولة المصرية، أيضا بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع المملكة يعول عليها كثيرا في زيادة مطردة وزيادة كبيرة في كل هذه الأرقام، نظرا لأن الدولتين أتحدث عن مصر والمملكة تعتبر دولتين قاطرتين كل في منطقتها، يعني مصر تعتبر بالنسبة للمملكة العربية هي الممر الرسمي والشرعي والآمن للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية بخاصة بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، والمملكة العربية السعودية دولة قاطرة محيطها الإقليمي يمكن أن تعطي المنتجات المصرية أيضا ميزة تنافسية كبيرة. نعم دكتور، كمان من الحاجات اللي هي صراحة كانت مهمة جدا فيما لا وصل به ضبط الأسعار في السوق، منع الزيادات غير المبررة من قبل بعض التجار، أهمية التنسيق ما بين المؤسسات المصرية في هذا الصدد، وكمان دور الأجهزة الرقابية في هذا الأمر. يعني نثمن كثيرا الدور الذي تبذله الحكومة المصرية في محاولة ضبط الأسعار، واللي بيأتي حقيقة الأمر نتيجة لتشابك كثير من الوزارات، يعني لا يعول فيه على وزارة واحدة، لكن أنا في تخيلي أن أفضل أسلوب للتعامل مع عملية ضبط الأسعار ومنع الاستقرار هي زيادة المعروض من السلع والخدمات، والدولة المصرية استطاعت أن تحقق كثير من الخطوات على هذا الطريق، يعني انتشار منافذ البيع تحت مظلة حياة كريمة أو غيرها من المبادرات، انتشار منافذ البيع إلى أقصى الأقاليم أو إلى أقصى القرى، ده يعطي المستهلك نفسه قدر من الطمأنينة والثقة أن المنتجات موجودة وأنها لن تنقص في الفترات القادمة، يعني ومواجهة كل الإشاعات التي تروج على المنصات المعادية للدولة المصرية، تحفيز الاستثمار بالشكل اللي بيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، ده واحد من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى زيادة المعروض من السلع وبالتالي انخفاض أسعارها أو محاربة ومواجهة التضخم، وكمان فكرة تقليل ومنع احتكار السلع من بعض الموزعين الكبار. شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، أشكرك شكرا جزيلا.